بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني أخواتي، كفانا خداعا وكذبا على أنفسنا بأن نعلق أسباب تعاستنا وعدم التوفيق في حياتنا بالعين والحسد والسحر، وكأن العين صارت هي المدبرة والمسبب لكل شيء والعياذ بالله. هناك أمر صريح جدا وليس وهمي، سبب صريح بأن الذنوب والمعاصي تقطع الرزق وتنزع البركة، اتهام النفس من التواضع. ولا نعلق فشلنا وإخفاقنا بأن نرمي البلايا على غيرنا، هذا حسدني وهذا عمل لي سحر. لا، أنت الذي انحرفت، وأنت الذي قصرت، وأنت الذي ابتعدت عن البركة واتجهت إلى الشؤم وإلى إغلاق الأبواب في وجهك. لنتواضع ونعترف، والله يحب المتواضعين. اتهام النفس من التواضع، واتهام الغير سوء ظن ورجم بالغيب، والله لا يحب المعتدين. افهم الرسالة. إذا رأيت أن حياتك غير موفقة، فاعلم أن هناك شؤم معصية، يعني عقوبة من الله ورسالة من الله لك أنت خصوصا للرجوع إليه وتغيير المسار المنحرف إلى المسار الصحيح، الصراط المستقيم، صراط الله الذي له ملك السماوات والأرض. تواترت آلاف الأخبار والقصص الحقيقية قديما وحديثا عن بركة الإحسان والاستقامة مع الله، وأن مكافأتها من الله عاجلة في الدنيا قبل الآخرة. من المعروف أن الأعمال الصالحة سبب للحفظ الإلهي لهذا العبد، وقال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. وقال تعالى في المقابل: نسوا الله فنسيهم. هذه قوانين وقواعد إلهية، تكن مع الله يكن الله معك، يعينك ويحفظك ويهديك وييسر لك أمرك ويفتح لك الأبواب المغلقة. تبتعد عن الله وتنسى الله، ينساك الله سبحانه وتعالى، يكلك إلى نفسك، تغلق أمامك الأبواب. هذه القوانين الإلهية وهذا المنهج الرباني ليس كلام إنشائي، بل هو والله حق مثلما أنكم تنطقون. ومن أصدق من الله قيلة، ومن أوفى بعهده من الله. تعالوا معي لنسمع كلام الله لنا، وماذا يعلمنا ربنا حتى نستوعب ونخرج من النحس والشؤم وإغلاق الأبواب في وجوهنا. اسمعوا عن شؤم المعصية. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. إذن الذنب يحرمك من الرزق، الذنب يقطع عليك الرزق، لا توفق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي مطعمه حرام، مشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ الذنوب والآثام تمنع استجابة الدعاء. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لاحظوا، أعطى واتقى، إعطاء وتقوى، يتصدق، يساعد الناس، إنسان طيب، يعطي، يبذل، فسنيسره لليسرى. هناك تدخل إلهي حقيقي، أن الله تعالى ييسر لهذا العبد أموره في الحياة الدنيا ويتولاه، يكون محظوظ. يقولون: هذا الإنسان يا أخي موفق، هذا الإنسان مبارك. الذنوب هي السبب الرئيسي للمصائب التي تصيب الإنسان. قال سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. نحن السبب، نحن السبب. الخير كله من الله، الشر من أنفسنا. وقال عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فإذا الفشل في حياتنا والإخفاق والتعثر والسقوط هو بسببنا نحن الذين أهملنا ونسينا أن نكون مع الله وأن يكون الله هو الأول في حياتنا. مع الأسف الله ليس الأول في حياتنا، بل الأول في حياتنا الأنا، الذات، الأموال، الشهوات، الأهواء، الدنيا هي الأول في حياتنا، ثم يأتي بعد ذلك الله سبحانه وتعالى. كيف نريد التوفيق والله جل جلاله ليس الأول في حياتنا؟ في الناحية الأخرى ننتقل إلى رياض البركة
وجنات البركة ونور البركة ونعيم البركة، ووعود الله لنا لو أننا تمسكنا بتوجيهاته وعملنا بها. اسمعوا وعد الله لنا، وذكركم أن وعد الله صدق، ومن أوفى بعهده من الله. الله يقول عن ذاته العلي سبحانه: إن الله لا يخلف الميعاد، ومن أصدق من الله قيلا. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الوعد الأول. الوعد الثاني، قال تعالى: لو أنهم آمنوا واتقوا، في سورة المائدة تكملة الآية: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الآية الثالثة: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، بركات السماء من الأمطار والخيرات، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. لو أننا اتبعنا وطبقنا التوجيهات الإلهية لتفتحت أبواب الخيرات أمامنا. فإن العز، كل العز في طاعة الله. قال سبحانه: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. المعاصي تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا. الاستقامة والاستمرارية هي السر، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، يقول ربنا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والصحابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. ثم استقم، التزم هذه الأوامر، واصبر، واغلب نفسك، واستعن بالله عليها، وستصل، وستدخل جنة الدنيا. ولكن دخول جنة الدنيا ونعيم الدنيا لا يأتي إلا بعد مجاهدة، وبعد صبر، وبعد تضحية بالرغبات والشهوات والمحبوبات. هنا تأتي البركة، ويأتي التوفيق الإلهي، ويأتي الاستقرار والسعادة والهدوء والحب الأسري. تتنزل السكينة على هذا المؤمن الطيب فتعمه وتعم من حوله. وفي الختام أقول: ما دمت تتنفس تستطيع أن تتغير، ما دمت تتنفس تستطيع أن تتغير.